اهلا وسهلا بكم طلاب الاحباب ابطال الصف الرابع الابتدائي، معاكم مستر محمد فوزي من قناه محمد فوزي للعلوم والتكنولوجيا. انا جاي لكم النهارده عشان نشرح مع بعض ليسن 2 من يونت 7 ونقرا الكلمات مع بعض ونفهمها كويس. انتوا ابطال سنه رابعه، تكون ابطال العالم كله ان شاء الله. تصحى كل يوم كده وتقول لبابا I'm a hero, I'm a hero my father, I'm a hero my mother, I'm in grade 4. I am in grade 4. انا في سنه رابعه، انا بطل. اوكي، ندخل مع بعض النهارده بنتكلم على السوشيال ستاديز، الدراسات الاجتماعيه. طيب نتكلم في ايه؟ نبدا ننطق الكلمات الاول مع بعض. كلايميت يعني المناخ. كلايميت، تمبريتشر، درجه الحراره يعني تمبريتشر. Repeat after me. Okay. كرر ورايا أول بأول. Adapting. تكيف. Adapting. Temperate climate. مناخ معتدل، يعني لا هو حر ولا هو برد. Temperate climate. Fertile soil. تربة خصبة. Crops. يعني المحاصيل الزراعية. Environment. بيئة. Environment. Nutrients. العناصر الغذائية اللي بتكون موجودة في التربة. Nutrients. Excellent. Human. بشر أو الإنسان. Human. Inuit people. اللي هو الإسكيمو أو شعب الإنويت. Inuit people. Bedouin people اللي هم البدو. Bedouin people. البدو. Tongue. لسان. Tongue. Neighbors. الجيران حواليك، اللي ساكنين حواليك. Neighbors. Trash. قمامة أو المهملات. Polar. قطبي. Polar. قطبي يعني polar. Africa. قارة أفريقيا. Arctic regions. مناطق القطب الشمالي. Arctic regions. Freezer. Degree. Weather يعني الطقس. Weather. Friendly. شايفين كلمة friend لوحدها يعني صديق، نحط لها ال واي أصبحت ودود. Farmland يعني أرض زراعية. Farmland أرض زراعية. Pipes مواسير. Pipes. Neighbor جار. اوكي، لكن هنا جيران. اوكي، هنا الجمع بتاعها. خلاص يا شباب، ده الجمع بتاعها neighbors، لكن هنا neighbor. الجي اتش هنا ما بننطقهاش، عشان كده احنا بنقول neighbor. الجي اتش هنا silent، ما ننطقهاش. اوكي، ندخل على الادجكتيفز، الصفات. tall high عالي او مرتفع. high
هاي ايرلي 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 مبكرا كولد 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 بارد ريبيت افتر مي ما تنساش انك تكرر ورايا اوكي بيج بيج كبير الحجم بيج بيج شورت شورت واحنا اتفقنا ان الاس اتش هنا ننطقها حرف ايه ننطقها حرف شين يا مستر اكسلنت شورت شورت قصير لو لو منخفض لو لو ليت ليت متاخر ليت 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 يعني متاخر هوت هوت حر جاي زي النهارده كده الجو حر نقول اتس فيري هوت اتس فيري هوت يعني حر جدا هوت هوت او ساخن سمول 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 صغير الحجم تمام ندخل على تصرفات الافعال وقلنا الافعال دي لازم اكون مركز فيها يعني ايه تصرفات الافعال اتكلمنا في الكلام ده المره اللي فاتت قلنا ان انا عندي الفعل مضارع والفعل ايه ماضي انا بلعب ولعبت وخلصت انا بذاكر وذاكرت وخلصت يبقى ده الماضي بتاعي وقلنا عندنا بنحول الماضي بطريقتين الطريقه اما تكون عندي الفعل بتاعي هو فعل منتظم فهنا ليه طريقه محدده وقلنا بنضيف اما دي او اي دي او اي اي دي تمام طيب امتى الدي وامتى الاي دي وامتى الاي دي يا مستر محمد الدي في حالة الاي يعني ايه الدي في حالة الاي يعني لما نلاقي فعل اخره حرف الاي زي كده نحط له دي بس كده تحول لماضي هنا دي معناها ليف ليف يعيش طب عايزين نقول عاش ها ليفد حطينا ايه دي تمام طيب انت الاي اي دي يا مستر محمد الاي اي دي لو الفعل بتاعك اخره حرف واي يعني اخر حرف فيه هو حرف ايه الواي بس بشرط ايه هو ان الواي دي يكون قبلها حرف ساكن هيجي طالب يقول لي يعني ايه حرف الساكن ده يا مستر محمد هقول لك احنا عندنا خمس حروف في اللغة الانجليزية اسمهم الحروف المتحركة صح لا مش صح ليه لان انا مش عارف يا مستر ايه هم الخمس حروف المتحركين هقول لك امشي معايا اول حرف متحرك هو حرف ايه دوا ايه تاني واحد اي تالت واحد اي رابع واحد او خامس واحد حرف اليو دول خمس حروف اسمهم الحروف المتحركة تمام تمام يا مستر باقي حروف اللغة الانجليزية هي حروف ساكنة يعني زي مين زي البي والاتش والاف والجي والكي والال والام كل دي اسمها حروف ساكنة يبقى لما الاقي الفعل بتاعي اخره واي قبله حرف ساكن نعمل ايه يا مستر نشطب الواي خالص ونحط مكانها اي اي دي طب ممكن تديني مثال يا مستر اقول لك هديك مثال بسيط ناخد هنا كده كلمة استادي يعني ايه استادي ها استادي استادي يعني يذاكر نحفظها تمام يا شباب استادي بيذاكر طب عايزين نقول ان هو ذاكر وخلص نبص هنا ده فعل ايه ده هو استادي مضارع طيب هنحوله للماضي نعمل ايه هل نضيف دي لا ليه لان هنا مفيش ايه في الاخر صح يا مستر طيب نضيف ايه اي اي دي ايوه ليه لان ده حرف واي قبله الدي الدي ده حرف ساكن ولا متحرك حبايب الابطال ايوه شاطرين ده حرف ساكن لان الحروف المتحركه هي الخمسه دول بس هم الحروف المتحركه اول ما الاقي الواي قبله حرف دي او حرف ساكن سواء الدي او غيره هنشطب الواي ونحط اي اي دي اي اي دي يعني ايه بقى نيجي ننطقها مع بعض كده هنقول استادد استادد ديد استادد استادد يعني ذاكر وخلص طيب نرجع للموضوع بتاعنا طيب لو غير كده يا مستر يعني لا هو الفعل بتاعي ما فيهوش واي ولا قبله حرف ساكن ولا اخره ايه نعمل ايه اقول لك ضف له اي دي على طول وانت مغمض
تمام؟ وهنشوف امثله دلوقتي. ده دي الافعال ايه؟ الافعال المنتظمه. اما الافعال الغير منتظمه ملهاش قاعده، يعني تحفظ الفعل زي ما هو بينزل معاك في المنهج، اوكي؟ طيب ليف اخرنا مين دوه؟ اي. عايزين نحولها الماضي. ليفد ليفد ليفد. اكسلنت. لوك ينظر. اخر مين هنا؟ كي. هل هي اخر هنا في اي؟ لا. طب في واي قبله حرف ساكن؟ لا. يبقى هنضيف مين؟ اي دي. شاطرين. يبقى نقول ايه؟ لوكد لوكد لوك لوكد. ينقل يعني ترانسبورت 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 يعني ينقل. ترانسبورت ترانسبورت. طيب اخر حرف هنا يا مستر؟ تي. هل هو اي؟ لا. طب هل هو واي قبله حرف ساكن؟ لا برضو. اذا نضيف له مين؟ اي دي بس. فنقول ايه؟ ترانسبورتد ترانسبورتد يعني نقل وخلص. ترانسبورتد 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 ترانسبورتد. اوكي. نيد يحتاج. نيد 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 يعني يحتاج. نيد. عايزين نحولها للماضي. نبص كده الدي اخرنا مفيش قبلها لا هي واي قبله حرف ساكن ولا هي اي، يبقى نحط لها اي دي بس. فنقول ني ديد ني ديد ني ديد. احتاج. ني تد ني ديد ني ديد ني ديد. اوكي. هيلب 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 يعني يساعد. طب عايزين نحولها للماضي يا مستر. نبص كده اخر حرف هل هو ايه؟ لا. يبقى مش هنضيف الدي. تمام. هل هو واي قبله حرف ساكن؟ لا. يبقى مش هنضيف اي اي دي. امال ايه؟ هنحط لها اي دي على طول. فنقول هيلبد هيلبد ساعد. هيلبد هيلبد. بويل بويل يغلي. بويل 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 يعني يغلي. عايزين نحولها للماضي. فهمنا خلاص. هنضيف اي دي. فنقول بويلد بويلد. اوكي. نروح للريجولار فيربس. دي افعال غير منتظمه تتحفظ، اوكي، ملهاش قاعده محدده. ليرن ليرن يعني يتعلم. ليرن ليرند او ليرنت. تنفع دي وتنفع دي. ليرن ليرند حطينا اي دي او نحط تي بس. ليرنت ليرنت. جرو ينمو او يكبر او يزرع، لها اكتر من معنى. جرو جرو جرو. طب الماضي بتاعها؟ جرو جرو. نضم بقنا اكتر. جرو. لكن هنا بنضم بقنا بس بيبقى فيه فتحه. جرو جرو. لكن هنا جرو جرو. تمام. بيرن يحرق. بيرن بيرن بيرن. بيرند بيرند. تنفع نحط لها اي دي او تي. بيرنت بيرنت بيرنت. ياكل. ايت ايت ايت. ياكل يعني ايت. ايت ايت اكل. ايت. اي ايت ماي بريكفاست تو ماي فادر. انا اكلت الفطار بتاعي يا ابي. اي ايت انا اكلت. اي ايت ماي لانش انا اكلت الغداء بتاعي. هيرت 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 يجرح او يؤلم او يؤذي. هيرت هيرت. الماضي بتاعها هي هي. هيرت هيرت. سيل يبيع. سيل 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 يبيع. سيل سيل. سولد باع. سولد باع. سولد سولد باع يعني سولد سولد. تمام. ندخل هنا على بعض التعبيرات وحروف الجر الجميلة اللي بتساعدني ان انا اتكلم كويس. learn to يتعلم ان. learn to learn to learn to. only around فقط حوالي. only around only يعني فقط. around يعني حوالي. only around only around. good at good at جيد فيه. good at good at. very easily very easily يعني بسهولة جدا. very easily easily. okay.
adapting to live in يتكيف ليعيش فيه. adapting to live in adapting to live in adapting to live in too cold يعني بارد جدا too cold too small صعب جدا صغير جدا too small anywhere على بعضها مفيش فاصل في الكتابة كلمة واحدة معناها أي مكان anywhere excellent. هنا بناخد بقى عندنا language functions دي اللي هي القاعدة بتاعتنا. ايه هي القاعدة؟ بتقول لو انت كتبت to قبل اي صفة معناها ان الصفة دي كتيرة جدا. يعني نقول ايه؟ the truck truck اللي هي الشاحنة دي okay is too big يعني كبيرة جدا. The truck is too big. The food الطعام the food is too hot سخن جدا. The food is too hot. The food is too hot يعني الطعام ده سخن جدا. طبعا بنبص هنا كده ونكتب كلمة من الكلمات التي تدل على الصور دي اوكي. وما تنسوش تكتبها لنا في كومنت تحت الفيديو. ناخد بعض الصفات too tall طويل جدا too tall too hot سخن او حر جدا too hot too small صغير جدا. ايه هو اللي صغير؟ القميص هيتقطع الرجل التخين ده. too small too late متأخر جدا. too cold برد جدا. too short قصير جدا. too high عالي جدا. too big شايفين البنت دي لابسة جزمة بتاعت مامتها فكبير عليها جدا. too big too early صبح بدري مبكر جدا. الولد ده صاحي بدري خالص. too early too low منخفض جدا. too low تمام. نقرا مع بعض القطعه الجميله دي ونستفاد منها. القطعه دي بتقول لنا ايه يا ولدي؟ why لماذا do we live احنا بنعيش where we do وأين إحنا نعيش؟ إحنا ليه بنعيش وأين نعيش؟ تمام؟ نبص مع بعض. humans اللي هم مين؟ البشر. كان يستطيعوا live almost anywhere يقدر يعيشوا غالبا في إيه؟ في أي مكان. but هنا يعني ولكن. we often إحنا غالبا look after يعني بنبحث عن three things بنبحث عن ايه في اي مكان نروح نبقى عايزين نعيش فيه؟ climate المناخ water المية and soil والتربة. بندور هو المكان ده المناخ فيه حلو فيه مية ولا لا والتربة بتاعته كويسة ولا لا عشان نعرف نزرع. people like الناس بتحب a temperate climate المناخ المعتدل temperate climate somewhere اي مكان that's not too hot يعني اي مكان مش سخن خالص مش سخن جدا and not too cold ولا بارد جدا. فده اسمه ايه؟ a temperate climate المناخ المعتدل هو مكان لا هو برد جدا ولا هو حر جدا اوكي. البنت دي بتقول ايه؟ بنحتاج water المية ليه؟ to drink عشان نشرب and to help ونساعد our groups المحاصيل بتاعتنا grow تنمو تكبر. الولد ده بيقول ايه؟ we need fertile soil احنا محتاجين التربة الخصبة ليه؟ so the crops have lots of nutrients عشان المحاصيل يكون عندها الكثير من العناصر الغذائية فالمحاصيل تطلع ايه؟ جيدة. الولد ده بيقول these three things
هذه ثلاثة أشياء often غالبا come together بتيجي مع بعض. إيه هم الثلاث أشياء دول؟ ال places with water الأماكن اللي فيها مية، usually have عادة، كلمة usually usually يعني عادة، have بيكون لديها fertile soil تربة خصبة، يبقى الأماكن اللي بيبقى فيها مطر وفيها مية عادة بتكون التربة بتاعتها خصبة، and a temperate climate ومناخ معتدل and a temperate climate. اوكي نبص هنا as humans احنا كبشر we are very good at احنا كويسين جدا في ايه؟ adapting to live in the environment في التكيف لان نعيش في البيئة around us البيئة اللي حوالينا around us يعني حولنا. اوكي يبقى as humans we are very good at احنا بنكون كويسين جدا في التكيف adapting to live in التكيف ان احنا نعيش في the environment البيئة around us اللي حوالينا. humans البشر can learn بيقدر ان هم يتعلموا to live ان يعيشوا in the most difficult environments in the most difficult environments يعني يقدر ان هم يعيشوا في البيئات المختلفة معظم البيئات المختلفة. اوكي on earth على الارض فهنا بيتكلمنا على ال inuit people شعب ال inuit دول بيعيشوا فين live in the arctic regions بيعيشوا في المنطقة القطبية. طبعا المنطقة القطبية دي بتكون فيها درجة الحرارة باردة جدا تمام where temperatures اللي درجة الحرارة فيها can be around حوالي 40 degree يا نهار بني 40 ماينس 40 يعني درجة الحرارة دي بيبقوا مجمدين كارثة. a freezer is only around 18 degrees يعني عشان التجميد بس التجميد بيصل درجة حرارته ماينس 18 درجة يعني اول ما تكون درجة الحرارة ماينس 18 الحاجة بتتجمد. طب دول عايشين في الاركتيك ريجنز المنطقة القطبية ودرجة الحرارة فيها بتصل الى ماينس 40 درجة فشايفين درجة الحرارة بتكون باردة كبير جدا. بدون بيبول البدو اللي عندنا هنا في مصر live in the desert بيعيشوا في الصحراء where the temperatures can be around 50 degrees نفس الكلام درجة الحرارة تصل الى 50 درجة مئوية في الصحراء يعني درجة حرارة عالية جدا احنا اللي مش متعودين عليها في المحافظات التانية ما نقدرش نتكيف بسرعة الا لما نعيش يوم واثنين وثلاثة نبدأ نتكيف مع درجة الحرارة هم بيقدروا يعيشوا في درجة الحرارة 50 يبقى احنا عرفنا كده ان البشر we are very احنا very good at بنقدر adapting to live in the environment around us احنا بنقدر ان احنا نتكيف مع البيئة اللي حوالينا حر بنقدر نعيش معاه البرد بنقدر نعيش معاه. ندخل هنا في general exercise on lesson 2 general exercises هنا التطبيقات والتدريبات العامة تحتي على lesson 2 يلا نحل مع بعض كده. هنا بيقول لي طبعا هنا في بعض الكلمات انا بختار منها وبكمل عندي هنا ايه القطعة دي. اوكي people الناس مالهم need بيحتاجوا water مية ليه to drink عشان يشربوا and we help our crops grow ويساعدوا المحاصيل بتاعتنا تنمو وتكبر. we need احنا بنحتاج نقط soil نختار ايه بقى ها طلبة الشاطرة دي ها انا سامع طالب بصوت واطي كده بيقول fertile excellent fertile يبقى هنكتب هنا ايه fertile احنا محتاجين الى تربة ايه تربة خصبة نكتبها لكم كده هاي fertile excellent so the crops المحاصيل have lots of بيكون عندها الكثير من ايه ها ايوه انا سامعك انت علي صوتك علي صوتك شوية nutrients excellent nutrients يعني بيكون عندها الكثير من العناصر الغذائية تمام people الناس
like a بيحبوا ايه؟ ها؟ not climate. هل احنا طبعا خدنا fertile تمام وخدنا nutrients اوكي، يبقى انا عندي كلمه sun و temperate. هل ينفع اقول sun climate ولا temperate climate؟ excellent شاطرين. temperate climate يعني المناخ المعتدل. اوكي somewhere هو المكان that's not too hot and not too cold. المكان ده معتدل، بيكون لا درجة الحرارة فيه عالية خالص ولا درجة الحرارة منخفضة خالص. اوكي Inuit people شعب الانويت ماله؟ عايزين نختار واحدة من دول. ها هما بيعيشوا فين؟ excellent live in the arctic regions. اه تمام، يبقى هنا نكتب number one. بدوين people مالهم؟ دول اللي هم شعب البدوي البدوي بيعيشوا فين؟ ها البدو excellent live in the desert بيعيشوا في الصحراء. humans البشر are good at بيكونوا كويسين في ايه؟ لسه توتنا شرحينها شاطرين excellent adapting to live in the environment بيكونوا شاطرين في التكيف للعيش في البيئات المختلفة او البيئة التي تكون حوله. We need fertile soil for the crops. He likes the cold and hot weather. هو بيحب الطقس البارد والسخن. ده ماله ده؟ ها that's hot. لا يبقى فيش غير مين. He adapts very easily. هو بيتكيف بسرعة جدا. excellent يبقى دي number five. شاطرين حبايبي الطلاب. هنا بنعيد تكوين الجملة. هو طبعا هنا بيقول لي ايه؟ ابدأ بكلمة بدوين. اوكي نكتبها كده ونركز مع بعض. طيب شعب البدوين يبقى نقول ايه؟ excellent احنا حافظين على بعض اسمها بدوين people. احنا قلنا الجملة بتكون فاعل وفعل. طب فين الفعل هنا؟ احنا خدنا بدوين وخدنا people. ها excellent live يعيش. طب ليه بيجي وراها مين؟ ان شاطرين. اتبقت كلمة desert وذا. هل نقول live in desert ذا؟ شاطر the desert. اوكي يبقى نقول بدوين people live in the desert. دايما عشان احل الريوردر دي اللي هي الجمل اللي بيجيبها لك مش مرتبة، ترجم كل كلمة لوحدها وبعد كده ايه ترجمها انت. يعني مثلا هنا كافي يعني ايه؟ قهوة. تمام بص انا هعملها لكم بشكل حلو اهو. قهوة تو جدا. ذا دي عاملة زي الالف واللام. هوت ساخن. از يكون او تكون. عايزين نكون الجملة بالعربي نقول ايه؟ ها شاطرين القهوة تكون ساخنة جدا. طيب احنا قلنا الذا دي عاملة زي الالف واللام صح؟ اه يا مستر قلت لي لسه دوتك ان زي دي عامله الف ولام. طب تعال نكتب بقى كده نقول ذا كوفي القهوه مالها تكون از ساخنه جدا. نقول هوت تو؟ لا احنا اتفقنا ان تو بيجي وراها الصفه يبقى نقول تو هوت. اكسلنت شاطرين. طيب نيجي هنا دي معناها ايه؟ بارد جدا. بارد تمام جدا تمام. ها ده ايس كريم. ايس كريم شاطرين. دي ها اسنان تمام. طيب هيرتس يؤلم او يصيب او يؤذي. يؤلم خلينا نقول هنا ايه؟ يؤلم تمام. ماي دي حاجه تخصني انا اوكي. ماي دي صفه ملكيه اوكي وهنتكلم عنها بعد كده والمفروض ان احنا كنا درسناها السنين اللي فاتت. طيب هنقول لي بقى ها هنا بارد جدا وفي ايس كريم وفي اسنان ويؤلم. المفروض اقول ايه؟ ها شاطرين الايس كريم البارد جدا. طب هو هنا قال لك ابدا بمين؟ ها ابدا بتو كولد يبقى نقول تو كولد ونكتب له ايس كريم. ايس كريم يعني الايس كريم البارد جدا ده بيعمل ايه؟ ها نخلي بالنا مع بعض بيعمل ايه؟ ها يؤلم هيرتس. بيؤلم مين؟ سناني تيز. طب ماي نقول ماي تيز زي ما انت بتقول كده. ماي بوك ماي فاذر ماي ماذر دي اسمها صفه ملكيه اهي. يبقى نقول كده تو كولد
ايس كريم يعني الايس كريم البارد جدا هيرتس ماي تيس بيألم اسناني. تمام شاطرين طلاب الاحباب. نكمل مع بعض لتشوز people like الناس بتحب ايه temperate climate شاطرين places with water usually have الاماكن اللي فيها ميه places يعني الاماكن with water اللي فيها ميه usually عادة بيكون لديها ايه soil احنا حافظينها ايوه شاطر fertile soil excellent I can't drink that tea انا لا استطيع ان اشرب هذا الشاي ليه حبيبي مش تقدر تشرب ليه it's too hot ده سخن جدا شاطر farmers الفلاحين sell بيبيعوا their نقط in the market في السوق ها crops المحاصيل بتاعتهم when it's too hot عندما يكون الجو سخن جدا ها I انا drink اشرب بشرب ايه ميه اشرب ميه رائعه ميه لذيذه ولا ميه بارده cold water اوكي يعني بشرب ميه بارده لما يكون الجو حر جدا تمام يلا نكون جمل كده من الاربع كلمات اللي قدامنا وعايز كل طالب كده يشغل دماغه ويعمل جمل كويسه من الحاجات اللي احنا درسناها اوكي طيب انا عندي هنا polar climate يعني المناخ القطبي arctic regions ها المناطق القطبيه desert الصحراء adapt يتكيف هنقول ايه ها excellent هنبدا كده نقول الانسان human ماله او ممكن اقول انا عادي اي انا adapt انا بتكيف خلي بالكم هي كانت هنا عندنا واحده زيها بالظبط بس كان كاتب هي adapts very easily هو بيتكيف بشكل سريع وبشكل سهل جدا اقول I adapt very easily تمام شاطر دايما اخد ايه الكلام بتاعي من المواضيع اللي احنا درسينها عشان كده انا بقول لك دايما تذاكر وتقرا القطعه تستفاد منها في تكوين الجمل طيب desert هنقول ايه ها بدوين people شعب البدوي مالهم live بيعيش in في the ها desert شاطرين بيعيش في الصحراء طيب ايه تاني عايزين نقول ها المناطق القطبية وهنا مناخ قطبي تمام هنقول مين انويت people شعب الانويت ماله live in بيعيش فيه ها arctic regions بيعيش في المناطق القطبية تمام ممكن نكون جملة رابعة عادي مفيش مشكلة يلا ها نقول ايه polar climate المناخ القطبي هل انت بتحب المناخ القطبي ممكن انا اقول ايه انا لا استطيع ان اعيش في المناخ القطبي انا لا احب المناخ القطبي ممكن اقول الانويت بيبول ده بيعيش في المناخ او بيتكيف مع المناخ القطبي تمام كل الحاجات دي اقدر ان انا ايه اتكلم عنها يعني انا مسلم ممكن اتكلم عن نفسي اقول ايه I don't like polar climate انا ما بحبش المناخ القطبي برد جدا وانا ما استحملش البرد اوكي يبقى دي جمل احنا بنكونها من الاربع كلمات اللي بيجونا في الامتحان اول ما تلاقي عندك كلمه بانكتويت يعني هنا دي علامات الترقيم علامات الترقيم عندك هنا بتقول لك ان اول حرف في اي جمله لابد ان هو يكون حرف كابيتال اوكي طيب اتس هنا في ابوستروف اس مش اس بس هنا نحط هنا ابوستروف فاصله كده اتس ا great environment ونفصل ب follow stop نقطة يبقى احنا اللي عملناه هنا ان احنا هنا عملنا في الاخر follow stop تمام وعملنا ال id capital وعملنا هنا apostrophe فاصلة كده بسيطة اوكي
دي كانت اخر حاجه عندنا في ليسن 2 من يونت 7. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى ان انتوا تكونوا مركزين معايا كمان، واتمنى ايضا ان يكون الدرس عجبكم ان شاء الله. اكتبوا لنا كومنت كده في الفيديو من تحت عشان نستمر معاكم ان شاء الله في اليونتس او الوحدات الدروس الجايه باذن الله تعالى. ولا تنسوا انكم تدعوا لابي وامي من يغفر الله لهم ان يدخلوا من الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان تكبر بيكم باذن الله. كان معكم مستر محمد فوزي من قناه محمد فوزي العلوم والتكنولوجيا. Goodbye.